الفت واللي مش فت. عزيزي المستمع وإما كنت عم تسمعنا أكيد اشتقتوا للكابتن محمد عباس، لذا لأنكم اشتقتوا راح يطلع علينا بهاللحظات ونستقبله مباشرة تناخد منه معلومة جديدة رياضية. كابتن كيف حالك؟ الحمد لله. يسعد أوقاتك. صباح الورد. تمام، أهلا فيكم. أهلا وسهلا. كلمنا مرة سيلفا وفراسة تذكر عن التاي تشي. تايتشي. أيوة ما كنت موجود في الحلقة هذيك، بس اتكلمت أنا فرات عن التايتشي. أنا بعرف التيتشي، بعرف ذبابة التيتشي، لكن تايتشي لا. لا لا لا، هذه غير تايتشي، هذه زي رياضة صينية. رياضة تمارس بشويش، ما تشوف كذا ناس في الحدائق العامة في الصين مثلا يمارسوا كذا رياضة بشويش وحركوا يداتهم ورجولهم in coordination، بتناسق مع بعض، تناسق حركي. أنا تكلمت فيها مع فرات. أيوة. ولكن اليوم احنا هنتكلم عن حاجة اسمها تشي كونغ. سمعين في حاجه اسمها تشي كونغ؟ فراس انت والله تشي كونغ هذه اكله اظن في يعني في اليابان اتوقع ولا؟ لا لا هذا معصوب معصوب صيني. تشي كونغ اكيد لها علاقه بالكينغ كونغ مثلا؟ لا لا لا، هذا التشي كونغ هو يعني تقدر تقول يعني اللي مارس تاي تشي لابد انه هو يمارس تشي كونغ. لعيبة الكونغ فو يقول لك انت ما تكون فعلا لاعب كونغ فو. أيوة. يعني زي الناس الا لما تمارس التاي تشي وتمارس التشي كونغ. التشي كونغ يا اخي والله اسامي تشيبسات هذه والله العظيم. شوفي انا ليش احنا طبعا كلمه تشي كونغ معناها تشي معناها لايف انرجي، يعني طاقه الحياه. حلو. وكونغ معناها ذا ميثود اوف ذا اكسرسايز، يعني طريقه التمرين. طريقه التمرين انت بتعمل تمرين لصقل طاقه الحياه اللي في الشخص. يعني هذا حسب الصينيين الإنسان الذي يتمتع بتشي جيد يكون إنسان صحي وقوي. فالتاي تشي شكل من أشكال التشي كونغ، يعني هذا التاي تشي اللي احنا تكلمنا عليه مرة هو شكل من أشكال التشي كونغ المتحرك. يعني عشان أقرب لكم الصورة لابد أنتم تشوفوها على اليوتيوب، في تمارين كثيرة على اليوتيوب موجودة عشان تفهموا قصدي. لكن هي مجموعة حركات الواحد بيسويها بيد وأحيانا بيستخدم فيها الرجول، بتعمل إطالة كأنه نوع من وعي الاسترتشنج. يعني جذورها تعود للطب الصيني القديم والفلسفة الصينية القديمة، يعني وجدت من آلاف السنين. مساعدة على إيش؟ مساعدة على وزن أو موازنة الطاقة في الجسد. أوكي. كثير من الأحيان هما يقول لك إيش، إنه في كثير من الأحيان واحد يكون عنده مرض أو يكون عنده مشكلة صحية، هما بيقولوا إنه في مسارات طاقة في الجسد لما واحد منهم ينقفل أو يصير له بلاك، زي لما شارع يصير فيه لا سمح الله حادث أو في مطب أو حفرة أو في موية، بيتعطل الفلو التدفق الترافيك والسيارات في هذا الشارع، صح؟ هو نفس الحاجة في الجسم الإنسان، يصير فيه بلوكج في مكان معين فبيصير فيه مرض أو وجع أو ألم. فالتشي كونغ بيرجع يفتح هذه المسارات ويرجع يعيد توازن الجسد الصحي والعقلي. هي تمارس للاسترخاء للعلاج للتحسين التركيز، وانتشرت في 1950 وانت طالعة. أنا ليش بتكلم عن التشي كونغ سيلفا وفراس؟ لأنه لازم يكون فيه برضو موازنة. احنا نعرف الين يان اللي هي الدائرة اللي فيها نصها أسود ونصها أبيض. الين يان لازم يكون برضو فيه موازنة في التمارين عشان واحد يكون فت فعلا وصحي. ما يقدر الانسان بس يركز في مجال واحد، انه مثلا يلعب حديد يلعب حديد ويضرب على نفسه وياخذ ابر ويجي عمره 60 سنه يعمل عمليه قلب. يعني هل هيدي مثلا ممكن نخلي الواحد يربي عضله ويشد عضله بشكل انه يصير لا هي ما تربي عضل وتشد عضل، لكن هي مهمه لصحه الانسان. احنا ليش بنقول الكلام هذا في خليك فت؟ لانه انت عارفه الين يان توازن. ما ينفع الواحد يكون اكستريم يعني يعمل رياضات. طبعا الين اللي هو البارد، الاميان اللي هو الحار. واحد ما يقدر يسوي تمارين حاره طول الوقت، يسوي حديد ويسوي تمارين بوش اب يسوي وياخذ سبلمنت ويجي في 60 سنه عنده فشل كلوي ولا عنده قلب ولا حاجه. بعيد عنه عنكم على السامعين. لذلك لابد توجب عليه انه هو يعمل تمارين زي الين، تمارين اللي هي في عم شوفها هلا عم تفرج عليها مستمعينا الكرام. هي معظمها يعني فيها ستريتش عالي مش طبيعي وثبات مثلا اجر وحده وبتمد اجره وتركيز، تحسي فعلا بجسدك الاعضاء الداخليه جوا جسدك كيف هي بتشتغل مع بعض، كيف تتناغم مع بعض. الضرورة لهذه التمارين ان الواحد اللي بيلعب، الشباب اللي بيلعب حديد وبيلعب رياضات عنيفة لازم يستقطع وقت يمارس هذه الرياضات الاخرى اللي هي تحت مظلة ايش، اليوغا، التاي تشي،
التشي كونغ، هذه تمارين التنفس، تمارين الاسترخاء، علشان يصير في موازنة في جسده. صح مزبوط. وبرضو الكلام برضو للممارسي تاي تشي والتشي كونغ، ما ينفع انت بس تمارس تاي تشي تشي كونغ ويوغا طول عمرك بعدين ما تمارس الرياضات الثانية اللي فيها ضغط وفيها، لأنه تيجي أنت تمارس تاي تشي أو تشي كونغ مثلا 10 سنوات بعدين أجي أقولك تعال اجري نص كيلو ما تقدر تكمل نص كيلو لأن أنت تعبان. والله معك حق. أنت عم ترجع لي هيك مثل ما بيقولوا أنت، أنا عن جد لازم واحد يفوت على القليلة مرة بالأسبوع يمارس هاي النوعية من النشاطات بالإضافة للجيم. صراحة معك حق. لأنه أي اليوم أي حملة غلط اليوم كمان لما يصير العضل during the gym لما تشد بزيادة بيصير عندك مثلا أحيانا ضغط على عضلة، بيصير عندك شد عضلة، بيصير عندك تمزق، لازم يكون جسمك دائما flexible تقدر يتحمل كل هذا الضغط أو الرياضة أو حمل الأثقال بشكل يعني تقريبا يومي. صح ولا لا؟ صحيح. كيف صحيح. دكتورة ما تقلي ما بقى فينا نحكي كابتن اليوم ما رح أهديك الهضبة، رح نهديك all of me. اوكي هي اغنية جميلة جدا رح نسمعها ومنهديك اياها، انت اكيد عارفين لمين رح تهديها، فبنوجه لها تحية كمان لزوجتك الغالية، ورح كمان نهديك هذه الاغنية ونرجع نلتقي الاسبوع القادم بمعلوم جديد. شكرا لك. بأمر الله. شكرا. مع السلامة. تابعوا الكابتن محمد عباس بروسلي 500 على انستغرام، واكيد كل الاخبار والمعلومات اللي حكيناها اليوم رح تكون موجودة على صفحته ان شاء الله خلال اليوم. شكرا لك كابتن. العفو، في امان الله. شي كونغ كابتن، شي كونغ يعني هذا يعني قاعد اعطس. ها لا تفهمني غلط. شي كونغ كابتن.